والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، الحقيقة الدقيقة أنني أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. وإن وجدتم بعد كلمتي تلك ما كنتم تتوقعون فالفضل لله وحده، وإلا حسبكم الله ونعم الوكيل. بادئ أبي بدر، كم كتاب إسلامي، كم تفسير، كم جامعة، كم مؤسسة، بالآلاف بل بمئات الألوف، يا ترى هل بالإمكان أن نلخص هذا الكم الكبير 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 من مؤسسات، من دعاة، من جوامع، من جامعات؟ ممكن. الحقيقة اجتهاد، والمجتهد يصيب أو يخطئ. أول كلية في الدين الفكر، التصرف، المنطلق النظري، الإيديولوجيا، كلها كلمات لمسمى واحد، الجانب العقدي، فهمك للدين، فهمك للقرآن الكريم، فهمك لليوم الآخر، فهمك للتشريع. هذا القسم الأول، الكلية الأولى، المنطلق النظري، الإيديولوجيا. هذا المنطلق يحتاج إلى وقف متأني، يعني حتى الإنسان يستطيع أن يضع دال نقطة قبل اسمه 23 سنة دراسة، حتى يستحق الجنة إلى أبد الآبدين تحتاج إلى طلب علم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة يخسرهما معا. إخوتنا الكرام، أخواتنا الفضليات، قضية وقضية بند أساسي بحياتنا. يعني هاي طاولة أمامي لها طول وعرض، وزن ارتفاع، وزن وحجم، وطول وعرض وارتفاع، هاي الجمال. والنبات يزيد عليه بالنمو، والكائنات المتحركة تزيد عليهما بالحركة. والإنسان أخذ من الجماد وزن، حجم، طول، عرض، ارتفاع، أخذ من النبات النمو، من بقية المخلوقات الحركة. بماذا فضل الله الإنسان على بقية خلقه؟ بقوة إدراكية. بقوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم. هذه القوة الإدراكية التي تميز بها الإنسان تعطينا خاصة لهذا الإنسان، وزن، حجم، طول، عرض، ارتفاع، نمو، حركة. إلا أن الله أودع فيه قوة إدراكية تميز بها عن بقية المخلوقات. فإذا أعرض عن الدين ما الذي يحصل؟
استمعوا إلى القرآن الكريم، أموات غير أحياء. نبض 80، الضغط 8-12، عند الله ميت. أموات غير أحياء، كأنهم خشب مسندة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، كمثل الحمار يحمل أسفارا. قرآن كله، إن أعرض الإنسان عن طلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إذن هالدين آلاف مؤلفة، بل مئات ألوف العلماء من البعثة حتى الآن، والكتب والدوائر الإسلامية والجامعات واوا، يمكن أن تضغط الكم المذهل بكليات؟ الجواب نعم. أول كلية الفكر، العقيدة، التصور، المنطلق النظري، أسماء لمسمى واحد. هذا يحتاج إلى طلب علم، يعني حتى الإنسان يكتب قبل اسمه دال نقطة يحتاج إلى 23 سنة دراسة، وحتى يعرف الله أصل الجمال والكمال والنوال، الذات الإلهية، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. ألا يحتاج إلى اهتمام؟ علة وجودك في الدنيا العبادة، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هي الكلية الأولى، من كم لا ينتهي من المؤسسات والجامعات والكتب والعلماء إلى آخره، إلى كليات أساسية. الكلية الأولى المنطلق النظري، التفكير، التصور، هذا يحتاج إلى طلب علم. ومرة ثانية، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أخواننا الكرام، الله عز وجل بتعبير معاصر سرب إلينا ما يقوله الكفار وهم في النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة علم فقط. إذا في 8 مليارات إنسان الآن بالأرض، فيهم واحد يحب الفقر؟ ولا واحد. القهر؟ ولا واحد. المرض؟ ولا واحد. فيهم واحد لا يحب بيت واسع، زوجة صالحة، أولاد أبرار، بنات محتشمات، كلنا. في واحد ما بيحب يعيش 130 سنة؟ معنى ذلك في خصائص للبشرية، يعني بالتعبير المعاصر تعليمات الصانع مهمة جدا. راكب سيارة حديثة جدا، تألق ضوء أحمر أمامك على لوحة البيانات، إن فهمت هذا التألق تألق تزييني احتراق المحرك بدك 100,000، وإن فهمته بحسب تعليمات الصانع ضوء تحذيري، أقف المركبة ثم الزيت خلاص. فانطلاقا من حبك لذاتك، انطلاقك من حرصك على سلامتك وسعادتك، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. أخواننا الكرام، بارك الله بكم ونفع بكم، نحن في بلاد إسلامية في إيجابيات لا يعلمها إلا الله، فلا بد من البحث عن الحقيقة. يعني الإنسان، ما هو الموت؟ شيء مخيف، من بيت ومركبة وصالة كبيرة، مكانة اجتماعية وسيارات، إلى جثة هامدة. هذا التفكر بالموت أعلى درجات اليقين والذكاء، من قصر إلى قبر. ماذا في القبر؟
الإنسان عفوا أهل الأرض الآن يعيشون لحظته. كنت مرة في أمريكا بعد أن عدت إلى الشام سئل ماذا رأيت؟ رأيت الناس جميعا يعيشون لحظتهم فقط، همهم الأول الرفاه فقط، هذا منهج العالم كله الآن. أما في دار آخرة إلى أبد الآبدين في حساب دقيق، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا الدين العظيم بمئات المجلدات بآلاف العلماء بي 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 هو أربع أشياء: منطلق نظري، فهم، إيديولوجيا، حركة. نتحرك لماذا؟ لنأكل. بماذا وصف الأنبياء؟ كانوا يأكلون الطعام، أي هم مفتقرون في وجودهم لتناول الطعام، ويمشون في الأسواق ومفتقرون إلى ثمن الطعام. هذا الإنسان. فالإنسان كائن حادث لم يكن من قبل. والإنسان لأنه في عالم الأزل قبل عالم الصور، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. في آية بعد منا بتحير: إنه كان ظلوما جهولا، استفهام إنكار، أو إنه كان ظلوما جهولا، التوضيح. أب غني كبير وعنده معامل، أعطى كل ولد من أولاده بيت وسيارة ودخل شهري كامل، لكنه قال: من يأتي بدكتوراه من بلد بعيد أعطيه نصف أملاكي، وإن لم يأتي بهذه الشهادة أبقيه متسوما. بقى في حل وسط. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما. دققوا الآن: فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. ما في حل وسط. فإذا أردت الدنيا إذن فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. إذا كليات الدين: العقيدة، المنطلق النظري لا بد من طلب علم. اثنين: الحركة، تتحرك لتأكل. هذه الحركة إما أن تكون وفق منهج الله أو وفق الهوى، ما في حل وسط. وما في شهوة، دققوا، ما من شهوة أوضعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة. يعني للتقريب، بالعيد عندك نزهة إلى مكان معين في هذا البلد، صفيحة البنزين سائل غالي جدا وسائل منفجر، دقيق. إذا وضعت هذه الصفيحة في المستودع المحكم وسال هذا البنزين في الأنابيب المحكمة وانفجر في البستونات، ولد حركة نافعة تقلك إلى مكان جميل بالعيد. المادة نفسها صبها على السيارة، أعطيها شرارة تحرق المركبة ومن فيها. فالشهوات يعني مهمة جدا، هي محرك، أما إذا وضعت بخلاف ترتيباتها أصبحت مهلكة. حول مرة ثانية: ما من شهوة أوضعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. صار الدين فكر، إيديولوجيا، مبادئ،